دعوة الفريق جايد صالح إلى تفعيل المادة 102 من الدستور ومرافعته اليوم من ورجلا دائما للحل الدستوري بالتركيز على الرباط المقدس بين الجيش والشعب، قسم صف الساحة السياسية بين مؤيد ومؤيد متحفظ ومعارض للخطوة. أحزاب الموالاة كانت السباقة إلى الترحيب بقرار المؤسسة العسكرية. أعضاء من اللجنة المركزية خالفوا هيئة التنسيق للأفلان وباركوا الاقتراح على عكس القيادة الجديدة التي لم يصدر عنها أي تصريح رسمي. الأرندي سبق الحزب الحاكم بخطوات عملاقة، لم يكتفي بتثمين المسعى بل دعا أمينه العام أحمد أويحيى الرئيس بوتفليقة إلى الاستقالة. المركزية النقابية ومنظمات جماهيرية سارعت إلى الالتفاف حول مقترح تفعيل المادة 102 من الدستور وإعلان المجلس الدستوري لحالة الشغور، وهو ما من شأنه استفزاز الشارع الرافض لكل وجوه السلطة الحالية. الحراك من رأيي يجب أن يستمر، لأنه الضمانة الوحيدة ألا تنحرف الأمور باتجاهات أخرى. طبعا أنا ضد هذه الأصوات التي بدأنا نسمعها منذ البارحة والتي تدعو بشكل مريب إلى شعارات ترفع في الجمعة القادمة ضد المؤسسة العسكرية. أعتقد بأن الذين يراهنون على خلق مواجهة بين الشعب وبين المؤسسة العسكرية سيفشلون، لأن الشعب واعي تماما لهذه المناورات وهذه الألاعيب. ساعات تفصلنا عن الجمعة السادسة، وشباب الحراك الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي بدأ في رسم ملامح المسيرة السلمية بالكثير من الحذر والوعي، نصائح وتوجيهات وأيضا شعارات جديدة لمواكبة متغيرات الساحة. فهل ستبقى كلمة ارحلوا شعار الحراك بعد خرجة الجيش؟